تعال 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 حبيبي. والله يا شباب واخيرا نزل السكيل البروفيسور. يا ساتر مثل ما انتم شايفين حبايبنا. طبعا شباب هذا السكيل شباب كنت منتظره من زمان حبايبنا مثل ما انتم شايفين. شباب هذا ما عندي كان يعني مثل ما انتم شايفين بالحساب ما عندي كان يا اساطير. اوكي هذا السكيل مثل ما انتم شايفين يعني واخيرا نزل. سوا حبايبنا الكرام هذا المقطع الثاني لليوم نزلت لكم مقطع من شوي جيم بلاي جلات لقطات جلات شباب. اتمنى كل الصيد يروحوا يشاهدوا شباب. بدي اياكم تروحوا تشوفوا شباب حبيب والله. اوكي سو ليز ذا جنتلمان مثل ما شايفين شباب عندنا هون نزل برمودا تاور. اوكي واخيرا حاولوا نجيب هذا السكين حبايبنا. طبعا هذا السكين شباب يعني شباب لا كذا دي بابيل معلم. وين القناع؟ القناع وين هذا القناع؟ مو هذا القناع معلم. القناع مو هذا هذا القناع الاصلي موجود عنده هذاك الحبيب والله. اوكي يا اساطير خلينا نقول بسم الله. لا تنسوا باللايكات والشير والبارتاجات حبايبنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ليتس جو شباب. الاول ب 10 سبيد. طبعا هون الشيء الحلو شباب في يعني مو الحين الشفيريقي تاتي توكن معلم لازم يعني نجاح ونجيبه على الرباط حبيبي والله. ليتس جو حبيبي والله. ويلي في شباب بنفس الوقت شباب بنفس الوقت شباب في الكنز السوداء شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا باللو. طبعا الكنز شباب يعني شيء مرتب تمام. يلا نكمل ان شاء الله يطلع لنا التوكن الثاني وان شاء الله ما ينشفونا ما ينشفولي ريقي معلم. ما ينشفولي ريقي راح احصل على البروفيسور معلم. يلا وي التوكن الثاني سعدي لكم حلو. طبعا شو هذا السكين شباب يعني ركضت بابيل معلم. طبعا شباب باقي لي كم حلقه لساعه لحد ما خلصته. اوكي حبيبي والله يلا نكمل شباب اخر توكن ان شاء الله ما ينشف. يلا لا تنشف غابوس روحك يلا. واخيرا حاسس معلم والله حاسس شباب خلص هلا هيك معلم. ما راح يخلوني يعني ولا شيء. ليتس جو يلا ولو يلا اخر توكن معلم. والله شايف شباب انه ما راح يصير وضع اللوس. اقسم بالله شباب شايف انه الوضع ما راح يكون لوس حبيبي والله. يا زلمه يا اخي يلا يا اخي اعطينا السكين يا زلمه يلا السكين معلم بليز معلم السكين حبيبي والله. ليتس جو يلا اخر توكن اخر توكن ان شاء الله. يا اخي ما بدي الكنز السوداء ما بدي يا اخي عندي يا اخي ما بدي بدنا تعالوا حبيبي والله. لا ما زبطت يا الله يا اخي خلينا نجرب سكين واحد تعال. والله انا هيك حاسس شباب حاسس رح ينشفولي ريقي رح ينشفولي ريقي. يلا توكن الاخير يا ربي يا ربي يا اخي يا اخي اخر توكن يلا يا اخي يلا بليز اخر توكن ليتس جو روح. وال يا اخي ما بدهم يعطوني اياه ما بدهم يعطوني اياه يا شباب. يلا يا اخي اعطوني التوكن الاخير يا اخي لا تنشف فريقي يلا ناخذ هدول. اخذنا هدول كل شيء تمام سلام يلا روح يلا مات يا ربي كمان ما طلع يا اخي يلا روح هذا يلا هذا هو يلا يا زلمه يلا يا زلمه يلا يا اخي. لا يا معلم ما ناويين يعطوني اياه مو ناويين يعطوني اياه يا اساطير مو ناويين يعطوني اياه يا شباب. يلا ولو برب بليز اخر توكن يا الله يا الله. والله شباب ما بعرف كم كان عندي جوال كان معي 27000 اوكي هلا صاروا 5000 شباب يا ربي والله كانت قريبة 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 حبيبي والله. يلا ولو يا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي التوكن الاخير ابوس روحكم. يلا معلم التوكن الاخير يلا هذا هو جرب واحدة معلم يلا شباب نضرب على السريع نشوف ما زبطت على السريع التوكن الاخير التوكن الاخير يا زلمة يا اخي التوكن الاخير ويلي شو طلع؟ واو يا بوي بس يا سلام عليك. طولي بالك معلم هذول شو رح نعمل فيهم يا اخي طول بالك. ما هون في شو موجود بالجواز طولي بالكم شباب طول جايك رح اخذك طولي بالك جايك رح اخذك معلم. اوكي نجي لهون شو في هون رح يا اخي خلينا نعمل كويك ناخذ كلش معلم. طب ناخذ شيء يعني بلزمنا معلم. والله هذول شباب نفتح لكم يوم برضه شيء يوم شباب نعمل لكم فيديو تفتيح بقجات معلم مخرب ابو الوضع. طيب ناخذ هذول اللي يلزمونا عنا اياهم. اوكي خلينا نعمل هيك ثواني معلم هذوك اللي بنزم هات جي حلو. خلينا نعمل هاي كمان معلم خلينا نحرق هذول. اوكي حلو باللوز زي نعمل لهون ما بدنا هاي تعال هون باللوز هذا شو نعمل فيه ما نقدر نحرق. يا اخي تعال يلا روح. اوكي التمانو اللحظه شباب يعني شباب كنت منتظر كثير شباب انه يرجع هذا السكين شباب يا اخي فرج
حبيبي والله يا اخي لا كذا دي بابيل معلم البروف شو 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 جمعت شو هذا توكل معلم كان في شيء جنبه كان في شيء جنب هذا معلم شو هذا الشيء جنبه معلم كان ليكون كان القناة ولا شلون ها جيبه تعال هون يا جميل تعال هون شباب واخيرا واخيرا السكيل معلم واخيرا السكيل شباب كنت منتظره شباب هذا هو هذا هو حبايبنا البروفيسور يا جميلين تعال هون على هون حبيبي جيب جيب وين التدريب يا اخي لازم لازم معلم لازم لازم هيك يا اخي باربيتشانو بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 حبيبي والله ليتس جو معلم اوكي اي شباب شوف داخلكم شباب يا اخي هذا السكين يعني شباب عن جد الصراحه تفرج تفرج والصراحه السكين هذا شباب يعني من السكينات يعني المسكين بيحكي كثير بيعجبوني شباب انه خفيف خفيف كثير يعني فهمت علي كيف يعني معلم صدقني السكين الحلوه البرجر باقي الكريم الاحمر معلم يا سلام هات ندخل معلم هات ندخل يا صار لي زمان شاب منتظر اللحظه تعال هون تعال نجيب البربر معلم جيب البربر ام بي 40 شوف الوضع معلم البربر تعال هون جيب البربر هات لا شوف هات لا شوف تعال هون يا سلام واخيرا 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 حصلت عليه واخيرا يا اخي واخيرا حصلت على السكين البروفيسور هات لا شوف تعال هون ايوه ايوه ابلع ولا ابلع يلا اللوبي على اللوبي جاك البروفيسور معلم جاك جاك كلاخنس على كلاخنس 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 ما بده يموت كلاخنس يا اخي مو ناوي يموت اليوم انت مو ناوي تموت كمان تعال هون ابلع شو ها لا 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 هيك ما يمشي الحال هيك ما يمشي الحال تعال هون يلا روح واخيرا حصلت على السكين هذا بعد طول انتظار يا صديقي ابلع 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 اللوز تعال هون تعال 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 هون يا جدع ابلع شو هذا شو هذا شو هذا معلم صلي على الحبيب يا اخي طولوا بالكم معلم يا اخي يا اخي تعال هون تعال هون تعال هون يخلونا يا اخي ما يخلونا نعمل شيء يا اخي ما يخلونا نتنفس يا اخي ما يخلونا نستمتع يا اخي اوكي حبيب والله تعالوا نطلع من هون علينا يا سلام طولنا ابلع يلا على اللوبي قلت لكم يلا على اللوبي يلا خلاص 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 طولت شغلتكم شباب طولت كثير معكم حبايبي اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام الصراحه يعني ما اعرف شو دخلكم طبعا في كثير منكم شباب مبسوط هذا الشيء وكثير منكم مبسوط حبايبي اوكي سو بنشوفكم على خير حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير الصراحه شباب الصراحه يعني صراحه حلو الشيء الحلو عاملين لعبه شباب انه ايام هاي ال تبع برج التوكن يعني تمام حبيبي والله صاروا بيعملوا شباب ثلاثه توكن يعني الصراحه شباب كنت متوقع شباب انه احرق اكثر من 5000 جوهره بس ولكن بالنسبه لي بتعرفوا شباب الحظ بيض بس ولكن حبيبي والله اوكي جبنا ابو السكين يا ساتير حبيبي والله باللوز طب هذا السكين ثواني معلم ثواني تذكر سكت طول بالك بيصير البنت ولا يا اخي ما اتذكر يا اخي بيصير البنت بيصير البنت معلم بيصير البنت كمان ويسيل البيت حبيبي والله سو الله يسعدكم حبايبنا ان شاء الله انبسطتوا بهذا المقطع لا تنسونا باللايكات والاشتراك هذا الشيء الاسطوري يا حبايبنا بشوفكم على خير السلام عليكم لا تنسوا تشاهدوا المقطع نزلت لكم اياه من شوي يا شباب مقطع لقطات جلد باللوس روحوا شوفوا